كتير أسئلة تنسأل حول هالموضوع نسمع أهمها. هل الجنس بفترة الميعاد هو أمر مستهجن كريه؟ هل الجنس بفترة الميعاد غير صحي؟ هل بينقل الجنس بفترة الميعاد أمراض معدية جنسيا أو ما بينقل؟ هل الميعاد بيمنع النساء من الاستمتاع بالجنس؟ هل الميعاد بيمنع الحمل؟ هل نزيف الدم بيصير أقوى بالممارسة الجنسية خلال الميعاد؟ إذا خايفين ومترددين وبدكن تجربوا جربوا، وإذا مش عارفين كيف نحنا منخبركن. هذه الأسئلة المطروحة مرتبطة بالمعتقدات الخاطئة حول الجنس أثناء فترة الميعاد. معروف أن المحرمات الدينية والاجتماعية كتيرة منها بتمنع الجنس بخلال هالفترة. نحنا رح نحكي عن معطيات طبية وعلمية، بالنهاية كل واحد بيختار وبيتصرف بالحياة حسب قناعاته. بس السؤال اللي دائما بينطرح هو شو اللي بيدفع الشخص ليمارس الجنس خلال الميعاد؟ هون اكيد طبعا في حالات استثنائية، يعني الزوجين ممكن يكونوا عايشين بعاد عن بعض بداعي السفر اما بداعي العمل، واكيد وقتهم ما بيسمح لهم انه يكونوا سوا غير بهالايام القليلة، ولهالحالة ما عم تكون استثناء ابدا. اول معتقد خاطئ هو انه الجنس اثناء الميعاد مجوي. طبيا الدم منه شيء مجوي، انما الواحد اذا بيقرف الدم في ياخذ بعض الاحتياطات، مثلا المرأة فيها تتسطح على ظهرها وتحط تحت الحوض كذا منشفه كرمال ولا تجوي حالها ولا تجوي التخت، ورجل بيكون راكع قدامها واحسن تكون حركاته بطيئه. كمان فيهم ينوعوا بحياتهم الجنسيه ويمارسوا الجنس تحت الدوش. انا كمان حزيد شغله زياده، كمان اكيد الواقي الذكري نضلنا نعيدها اكيد حيحمي خلال هالفتره، كمان في الواقي النسائي كمان ممكن يستعمل، وكمان في شيء اسمه السيرفيكال كاب، اما هو مثل حاجز بينحط على عنق الرحم بتدخله المراه قبل المجامعه، وممكن كمان يخفف من هالكميه الدم. كمان استعمال التامبون اما الحشره القطنه فيها تستعمله قبل بتشيله خلال الممارسة، أو طبعا أكيد بتخفف من نسبة الدم بهالطريقة. تاني معتقد لبيب هو أنه العلاقة الجنسية بخلال الميعاد غير صحية. ما في شيء طبيا بيثبت وجود أي خطر صحي أثناء ممارسة الجنس عند الميعاد، إنما في الرجال ياخد احتياط مثل ما قلنا يستعمل واقي الذكري. ثالث اعتقاد أنه الجنس أثناء الميعاد ما بينقل أمراض جنسية، وهذا الشيء مش مزبوط. مثل كل اي علاقه منا محميه ممكن ينتقل، وبالحقيقه يعني اذا صار في مجامعه ما جنس خلال هالفتره اكيد بتنقتل في شويه دم اكثر، ممكن تزيد نسبه الانتقال، وهذا اكيد سبب ثاني انه نستعمل وقايه كل مره بيصير في مجامعه. ورابع اعتقاد هو انه النساء ما بيستمتعوا اثناء الميعاد، بالعكس بعض النساء عندهم رغبة أكثر، وحتى الأعضاء الجنسية والمهبل فيهم يكونوا حساسين أكثر بخلال هالفترة، وبعض النسوان بيعترفوا إنه عندهم النشوة بتكون أسرع وأقوى بهالفترة، والثنائي أوقات بيقول إنه الترطيب الزايد عم بيزيد المتعة. وخامس اعتقاد هذا لإلك لبيب، بعض النساء بيقولوا إنه المرة ما بتحبل أثناء الميعاد، شو كمان رأيك؟ كمان بدنا نصلح هالمعلومة، أكيد النسبة ضئيلة، إنما ما في فترة خلال الدورة الشهرية اللي آمنة هي 100%، يعني حتى لو صار في ممارسة بآخر هالفترة أما خلال الميعاد الاحتمال ضئيل بس منه صفر. يعني ممارسة الجنس بهالفترة مش عذر للواحد يستلشي وما يستعمل حماية. آخر معتقد إنه ألم الميعاد بيصير أقوى ومدة الميعاد أطول، اختصاصي شو بيقول؟ هلا بالحقيقة بالعكس في يحصل، كثير من النسوان بيلاحظوا انه المغص والاوجاع بتخف من وراء ممارسه الجنس، والتفسير العلمي صاندرين لهيدا انه خلال النشوه بيصير في تقلصات بالرحم، وكمان السائل المنوي اللي بيخرجه الرجل بيأثر على الرحم بيعمل تقلصات، كل هيدا بيؤدي انه المراه تتخلص من هالدم الزايد، وبهالطريقه بخف الوجع وبتخف وبيقصر الميعاد. بالخلاصة بما أنه صرتوا عارفين أنه طبيا ما في مشكل بالممارسة الجنسية أثناء الميعاد، فيكم تاخدوا قرار وراسكم مرتاح. بلشنا هالفقرة بأسئلة وجاوبنا عليها، وهلأ في سؤال غريب شوي، شو علاقة طول السبابة أما الإندكس بحجم العدو؟ الجواب بهالروبورتاج. لازم تعرف ومهم تعرف آخر ما توصلت له الدراسات العلمية بالعالم، واليوم الدراسة واصلة حديثا من كوريا بتقول صار بإمكان أي شخص يعرف ويكتشف تقديريا حجم العضو الذكري من خلال النظر إلى أصابع اليدين، فإذا كانت السبابة أقصر من الخنصر فهالشي معقول يعني أن العضو طويل،
واذا كانت السبابة اطول من الخنصر فهالشي معقول يعني ان العضو الذكري قصير، فمع كل سلام وتحية صار في حسابات. لازم تعرفوا ان عملية التجميل اليوم ما عادت محصورة بمكان محدد بالجسم، فتصغير المنخار، تكبير الصدر، نفخ الشفاف، شد الرقبة صارت فينا نقول كلاسيكية. الموضة اليوم صارت رفع وتكبير المؤخرة، وهالشي واضح لبيب، ونحن بلبنان نلحق الموضة بسرعة هائلة، واللي بصحة تياب بصحة على عمليات التجميل. واليوم في اقبال كبير على هالنوع من العمليات بالبرازيل وامريكا، وفي كتير أكثر من طريقة جراحية رح يخبرنا عنها الدكتور رولان طعمي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا فيكم. كيفك؟ شو هذا؟ شو هالموديل اللي جربنا إياه معك؟ فتلنا شوي، شو هي؟ شو هن هول العمليات وكيف بينعملوا؟ هلا الصح مثل ما قلتي، العمليات بلشت تصير أكثر وأكثر هالأيام، وبالأخص صارت بلبنان. أوكي، هلا في كذا طريقة من الطرق، هي البروتاز، وها هي البروتاز اللي بتنحط بالمؤخرة مشان تكبير المؤخرة. هذا اثنين بيكونوا بس هيك؟ اثنين أكيد. هالصغيرة قلت لي. هيدي هالمينيموم. تقريبا هالمينيموم، ايه، بس هي اللي بتفرق عن الفورم اللي بتنحط بالصدر، انه بتكون اوفال اكثر بتاخذ الفورم، مع انه كمان فينا نستعمل الراوند شيب اللي روند مثل تبعيت الصدر، بس هي الاكثر شيء مستعملة. يعني بدل التفاحة صرنا بوار. ما بعرف اذا فيك تسميها بوار، ايه، بس هي اهم شيء البارتي الفوقانيه اللي هي اللي بتعطي القالب تبع الفاس، اللي هن الخط الفوقاني اللي بيجي بين الفوق اللي بدهم اياه الباقي يبين، يعني بدها تكون هيك عموديه. اوكي، وهذا زيح الخط الاوريزونتال لازم تكون عليه، وهذا هو اللي بيعطي القالب من فوق، وهون بيلحق الفاس، بيلحق الفارم تبع الفاس. هلا هيدي وحده من الطرق، في كذا طريقه لتنعمل. شو هن هوديك الطرق؟ هوليك الطرق، في عندك اللي هي اكثر شيء شائع، اللي هن ينعمل حقن لتكبير المؤخره، اللي هن بالدهن. كثير مهم يستعمل الواحد الدهن اللي موجود بجسمه للانسان، تا يستعمله بينشال من مطرح، بيربح دونك بالفارم، بالاخص من البطن، من الخواصر، تا ينحط بالمؤخره تتقدر تعطي فوليوم. هلا في كثير بيقولوا انه ييما بتضاين وييما، كثير لها علاقه بالطريقه اللي بدها تنعمل، ولا تنعمل لازم بتاخذ كثير وقت هالعمليه، يعني بتاخذ فوق 3-4 ساعات تينحط الشحم بطريقه موزعه تيقدر يعيش هالشحم المنحط، تيقدر بالاخير يعطي نتيجه دائمه. وفي عندك الطرق الثانيه اللي هي الحقن بالابر، في طريقه اللي صار اكيد بعتقد رح يقدر يوصل المساج الليله، انه كل الحقن اللي بتنحط وابديه مش لازم تنحط بقى، يعني كل شيء معمول من بولي اكريلاميد هيدروجيل، او يعني هول البرودوي اللي بيضاينوا مدى العمر مش لازم بقى تنعمل، وهول هن الاكثر شيء اذا بتفوت على الانترنت وبتسالي بتلاقي اغلبيه العالم عم بيعملوا هالابر، لان هين كثير المخاطر اللي هي بالاخير عم تحطي انكور اترانجي، جسم غريب عم بيبقى لمدى العمر. هالجسم الغريب مثل ما صار المشاكل بالوجه عم بتصير مشاكل ورا، غير انه صاروا مش حكمة اوقات عم بيعملون، اوقات حكمة منهم اختصاصهم، وبكونتكست منه بالاخير من ناحية النظافة ومن ناحية كل شيء مطهر، عم بيصير في انفكسيون، واذا صار في التهاب به هيك عمليات فيها تجر لقصص خطيرة ومميتة. هلا كامبلانت بالاخير هي العملية بتنعمل، فيها تنعمل بنج عمومة او ساعتها بنج نصفي، البيريدورال او راشي انستازي اللي هي الابره اللي بالظهر. الجرح بيكون بين اليمين والشمال، طوله 6-7 سم، من ورا بنقدر نفوت على اليمين وعلى الشمال تنقدر نحط البروتيز. لازم تنحط جوات العضل، اول ما بلشوا يحطوها كانوا يحطوها تحت الجلد، صارت تبين تعمل مشاكل اكثر، لازم تنحط جوات العضل، وتقريبا بتاخذ وقت ساعه، ساعه ونص العمليه، ماكسيموم ساعتين. والشخص لازم اول فتره ما يقعد عليها، ما يكون نايم على هالدريير. هلا عادة بالكلينيك او بالاوبيتال بعد ما تخلص العملية يا بيكون نايمين على بطنهم، يا بنكون مقعدينهم على ظهرهم، بس بيكون في كوسان تحت الاجرين، واحد تحت الظهر، تتكون الفاس بالهواء. منا بعد قديش وقت فين يرجع على شغلهم، يرجع يمارسوا الرياضة؟ هلا الواحد بعد 10 ايام في يقدر يسوق، في يقدر يروح ويجي، واصلا المفروض يمشي من ثاني نهار. كرمال البروتيز تاخذ محلها منيح جوات العضل، اثنين كرمال واحد الجلطه اللي هي موجوده بالعمليات وقت من بعد البنج. اوكي، هلا تيقدر واحد ليرجع سبار ويعمل سبار، يعني القصص اللي لها علاقه بحرك الميوسكل فاسيال فيها كثير، مثل بيسكلات، مثل هالسبار، بده ينطر لشهر ونص شهرين. والحبل؟ والحبل ما في ولا اي بروبلم هلا اكيد. بعد فتره النقاهه بعد العمليه في الواحد يرجع يحبل، ما في ولا اي بروبلم، ما بتاثر. هلا بدي اسالك انت ساندرين، انه حكينا عن هالامبلانت، صح، ما في يعمل ابره،
اوكي الابر الابر هيدي ما ابدا ما في عن ابر يعني حيا الابره بالعضل بعدين بده يعملها ساعتها بدها تكون بالبروتيز بدها تاسيا بدها تفخط البروتيز هلا ما في ريسك انه الجال يطلع بس في ريسك يلتهي بتلتهي بالمنطقه لانه في وفي فيها كمان فيها تقطع بلا ما حد يحس بس الافضل انه ما ينعمل ابر ساعتها بالمنطقه وروحت بحس فيها احساسها حلو هي وتكون محطوطه بالعضل ما بنحس فيها كثير شخص ضعيف كثير بس بالعضل كمان كثير بتبين طبيعيه يعني الراس اجت لوحده عندك على الكلينيك بدها تعمل هالعمليه شو اول شيء كيف بتنقل سايز انت بتنصحها ولا هي بتنقل هلا حسب انا ببلش اذا فينا نعمل شحم اول شيء اوكي اذا موجود شحم ببقيه الجسم نقدر ناخذ نقدر نحط ساعتها بفضل الشحم بروح على الشيء الاكثر طبيعي اللي هو الشحم منه وفيه للانسان يعني تاني اوبشن اذا ما في ساعتها بنحط البروتيز وهو ساعتها ايه بدك تشوف ساعتها السايز اللي بدها تنحط بدها نتفق شو يعني اهم شيء نتفق على الاكسبكتيشن انا وياها لوين نوصل هلا تاني شيء مش دائما بنضطر يمكن كبر اوقات نضطر انه كمان نشغل يعني بالاخص عم نشوفه عند الاشخاص اللي بيكونوا ضعفانين كثير وهالفتره عم نشوف كثير يكون عاملين رينج بيكون عم يصير في ترهل وبتكون ابسنت يعني ما بيكون في البروجكشن تبع الفيس ساعتها عم نضطر ينعمل يمكن ليفتنج مع بروتيز اوقات ليفتنج مع لانه بنلاقي شحم عندهم منحط عنده طب تسألك المريضة أنا شو احتمال ارجع انجبر اعمل عملية تانية للتظبيط يعني اذا اخذنا 100 مريضة تقريبا قديش منهم بيرجع بينجبر يعمل شيء تظبيط بعتقد يعني مفروض يكون ما في كتير بعد ستاتيستيكات بس بين 5-10% بس مثل كل عملية يعني فيها ريسك انه يلتهب الجرح وعادة كل عمليات 1% هون رح تكون اكتر شوي اوكي وفيها كمان بيعملوا سيروما بيسموه انه بصير في مي تحت بس هلا كمان بالتكنيك عم بنصير ينحط قطب لتمنع هالشيء يصير في المشكله بالجرح بتصير اكثر من غيرها يعني 5-10% بيفتح الجرح بهالمنطقه لانها قريبه من منطقه بتعرق كثير منطقه بس انه اغلبيتهم كلهم في خط رجعه يعني بروتيز صار معك مشكله فيك تشيلها المشكله عم بتصير بالادويه اللي كنت عم بحكي عنهم انا الانجكشن يلي مع الوقت اوقات عم بيعملوا مثل قلل عم بيعملوا في عالم بتحسوا برعيان كتير في عالم بيعملوا ميجراسيون يعني بيروحوا من منطقة غير منطقة هون المصيبة انه ما فيك تشيلهم طب نصيحتك الأخيرة للمشاهدين اللي عم يفكروا يعملوا هيك نوع عمليات نصيحتي الأخيرة واحد يروحوا عند حكيم أول شيء تجميل أخصائي تجميل اثنين ما يسترخصوا كرمال صحتهم وما يروحوا بكل شيء برودوي يعرفوا شو عم بينحط في بس إبرة وحيدة معقول تنحط اللي هن الإيالورونيك أسيد اللي هي في ماركة واحدة بالسوق مشكلة أنها كتير غالية بس بتضاين سنة تاني تشويس اهم شيء اللي هو الشحم والبروتيز بس كل شيء ابر وبالاخص اللي عم بيصير كمان هلا بالجيم يعني بحطوا سانتول بحطوا كله هول قصص خطره في مجال من وراها الواحد يوصل للموت وفي مجال يوصل لكوارث ما يقدر يطلع منها بحياته نشكرك دكتور طعمي وعلى كل هالمعلومات وهلا اللي بدها تصير مثلهم تتفرج عليهم كتار بيفكروا بتكبير المؤخرة برفعها أو بتحسين شكل الأرداف وبيبالن تصير أجسام منحوتة مثل أجسام نجمات العالم وما في شي بعيد كله بمتناول الإيد إيد الجراح الموضوع الأخير هو عن الفايبريترز أو الآلات الهزازة وما رح نتناول الموضوع من الناحية الجنسية البحت إنما من الناحية الطبية وقبل رح أعطيكم فكرة صغيرة عن الفايبريتر آلة انعرفت ب 1860 كانوا يعالجوا فيها نساء المصابات بالهستيريا هلا كلمة هستيريا ما بقى بتنوجد بس كانوا يقولوا إنه هيك بنعالج النساء بالوصول إلى النشوة وكانت بوقتها كهربائية طب شوف شكلها مثل السشوار واليوم بشكل الفايبريتر 70% من المبيعات بالسكس شوب وقت واحد بيقول فايبريتر دائما اول شيء نفكر فيه ان هي اله او النشوه نفكر فيها بطريقه جنسيه الا شيء استعمالات تانية في عنا كتير غير استعمالات مثلا الرجال اللي بيعانوا من انعدام الازف من اسباب نفسيه ام لانه عم ياخذوا ادويه للكآبه ام لانه صار في شلل هول الاشخاص اذا بدهم يجيبوا اولاد رح بركي يستعملوا الفايبريتر بيستعملوه على اسفل العضو كرمال يوصلوا للازف صاني في شيء غير استعمالات للفايبريتر عنا غير استعمالات مثلا عند المراه اللي ما بتقدر توصل للنشوه اذا بتحط الفايبريتر على البظر ام حد البظر رح تقدر توصل للنشوه بسهوله اكثر وخلينا نشوف بهالريبورتاج بعد الاثار الجانبيه اذا استعمل الفايبريتر كاداه جنسيه. شو العوارض الجانبيه لاستعمال الفايبريتر؟ 71.5% من النساء
ما عانوا من أي أعراض جانبية، 16% شعروا بالتنميل، 3% حسوا بالوجع، 10% عانوا من تهيج جلدي، 8% أصيبوا بتورم، 1% من النساء